عليكم رجاله واهلا بيكم في فيديو جديد. وعايز بقى النهارده الناس يكون عندها كده عارف انت صبر طويل وراحه البال اللي مفيش بعدها، عشان النهارده هنشحن مع بعض شدات في لعبه ببجي موبايل مجانا. النهارده بقى انا جيت وناويها وقلت والله العظيم ما انا خارج من الفيديو ده الا وكل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي شحنه شدات في لعبه ببجي موبايل وجواهر في لعبه فري فاير، وخدتها تحدي مع نفسي. عشان كده النهارده انا عايز كل واحد يمسك نفسه ويجهز نفسه كده ويمسك تليفونه علشان هتشحن معانا النهارده شدات ببلاش. من زمان ما عملناش فيديو لشحن شدات للعبه ببجي موبايل، فقلنا لازم نطلع الفيديو ده ونجيب مع بعض افضل التطبيقات اللي ممكن تشحن من خلالها شدات في لعبه ببجي. عايزين بقى قبل ما نبدا الفيديو ده ونتكلم عن التطبيقات نصلي على النبي كلنا ونوحد الله في قلوبنا ونكتر من الصلاه على النبي. فكره تطبيقات شحن الشدات باختصار ان التطبيق ده بيقدم لك مجموعه من العروض او بيقدم لك مجموعه من المهام انت بتعملها جوه التطبيق، مقابل كده بتاخد نقط، والنقط ديت بعد كده بتقدر تحولها لشدات في لعبه ببجي موبايل، او مثلا تحولها لجواهر في لعبه فري فاير، او تحولها لاي شحن لعبه انت عايزها. فانت لو بتلعب لعبه اصلا غير ببجي موبايل، او لعبه غير فري فاير، او لعبه غير فورتنايت، تقدر برضو تشحن اي لعبه انت عايزها. كل ده هنتكلم عليه مع بعض دلوقتي وهشرح لك كل حاجه. انا بس عايزك تمسك التليفون بتاعك ده اول حاجه، وبعد كده هتفتح معايا التطبيق اللي انا هسيبه لك موجود تحت الفيديو ده. ده تطبيق من ضمن التطبيقات، فانا هسيب لك كذا تطبيق وبرضو هتكلم عن كل التطبيقات دي دلوقتي. فده كان اول تطبيق، وطي بس الصوت كده. التطبيق ده